مستمعين الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقياكم التواصل معكم، نتمنى أنكم تكونوا مستمتعين بوقتكم معنا ومرتاحين، عجبكم الحال وتوحشونا كيف توحشناكم. نتمنى أنكم تكونوا بديتوا معنا الأسبوع مزيان بنفس جديد كيف ما وعدتكم، وكنعاود نذكر بها بالنسبة للمستمعين ما كانوش معنا بطبيعة الحال في بداية الأسبوع. فالبرنامج سيدتي سادتي غيعرف تغيير بطبيعة الحال، كيف ما سبق وقلنا في لقاء يوم الاثنين هو لقاء المظهر باللغة المعاصرة التاويل بلغنا باللغة التقليدية ديالنا، يعني غادي نتكلموا على الشكل ديالنا، على المظهر ديالنا النسائي الرجالي الأطفال، غنتكلموا أيضا على المظهر ديال البيت ديالنا. بزاف ديال الضيوف اللي غيكونوا معنا إن شاء الله واللي غيتقاسموا معنا التجارب ديالهم والحيل ديالهم والأفكار ديالهم. نهار الثلاث كيف ما تعودتوا هو يوم الديكور بطبيعة الحال مع الخبير سامي دنان اللي غنتكلموا معاه دائما على الديكور الداخلي للبيت. يوم الأربعاء كيف ما تعودتوا دائما منورنا لالة خديجة الحجوجي مصممة الأزياء التقليدية اللي معكم غادي تجاوب على كل الأسئلة ديالكم. ويوم الخميس يوم خاص بالحرفيين وبالأمور اللي كنحتاجوا لها في الدار، ما بقاش غيخصك تمشي تقلبي على المعلم أو لا تسولي على المعلم، حنا غنجيبوا لك المعلم حتى لهنايا، غتعرفي الأسمنة كتراوح ما بين وبين، غادي تعرفي شنو تقدري ديري، شنو هو الجديد في كل مجال في الديكور إلى غير ذلك، النباتات، الزليج، الباركي، الخشب، كاع الامور اللي كتهم الدار ديالك ان شاء الله غيكونوا معنا معلمين اللي غادي تقاسموا معنا هذا بطبيعه الحال هذه الامور هذه. واكيد انه غنكونوا سعداء جدا بتفاعلكم معنا، وما نساوش باللي غتكون فرصه للمستمعات باش يعطونا الحيل ديالهم والاقتراحات ديالهم المنزليه بطبيعه الحال على مدار الاسابيع ان شاء الله. دائما كنوعدكم بالجديد كيف ما كنوعدكم ان شاء الله باللي يمكن لكم انطلاقا من الاسبوع المقبل باذن الله تسمعوا الحلقات اللي غادي تكون على الأثير على الصفحة الرسمية للبرنامج على الفيسبوك. إذا ان شاء الله تكون هذه الامكانيه هذه اللي كيتابعنا في الراديو مزيان اللي في البيغو ديالهم او لا خارج ارض الوطن او لما يقدروش انهم يتابعونا يقدروا يتابعونا في الصفحه مباشره يسمعوا البرنامج، سينو راه كيتابعونا على السيت اللي هو www.radio.ma. ما نطولش عليكم وغادي نرحب بالضيفه ديالي لاله خديجه الحجوجي. مرحبا بك لاله خديجه. مرحبا بسكينه ومرحبا بالطاقم اللي كيرافقنا دائما والمستمعين والمستمعات، وتنتمنى يدخل هذا الموسم الجديد ان شاء الله الموسم الدراسي وهذا الموسم بالخير والتسير والنجاح ان شاء الله للجميع اللي كيقراو والامهات والاباء اللي كيضربوا تماره واللي كيدي وليداتهم واللي كيسهروا على باش يقراو باش يكونوا في المستوى، فكنتمنى لهم التوفيق وبدايه موفقه باذن الله، والله يسمعنا اخبار الخير عليهم في كل امتحان وفي كل مباراه وفي كل، الله يكون معهم. ومرحبا مرحبا بموسم الجديد. توحشناك لاله خديجه. انا سكينه وفرحانه بزاف بهذا اللقاء اليوم. اكيد انا فرحانه وبطبيعه الحال على سلامتك. واليوم لاله خديجه جينا بنفس جميل بروح جميله باناقه عاوتاني لاله وبلوك جديد تنبان لك حيت عزيزه عليك تنبان لك ديما ورده في عينينا. الله يحفظك لاله خديجه ومرحبا. وبدونا بدينا بهذا الحديث بطبيعه الحال غنتكلموا انا اليوم ما كرهتش نتكلم معك على الالوان. نعم. كثير من السيدات وهذه تكلمت عليها في حلقة يوم الاثنين ما يخص المظهر، يوما بغيو نتكلموا عليها على التقليدي. كثير من السيدات ما كيؤذيوش على الالوان، كتقول لك الخريف، احنا اصلا الخريف والشتا كتكون شويه النفسيه نوعا ما مكتئبه. نعم. سبحان الله مع تغير الجو كثير من السيدات كتبقى في الالوان الغامقه كحل كري ماغون كامل، هاد الالوان هادو اللي كتبقى كتلعب فيهم الوقيته اللي يمكن يكونوا اكثر اناقه من كندخلوا واحد لاطوش بالوينات او لما كنلعبوا على الوينات. اكيد ولكن الشهور ديال البرد بحال الخريف والشتا كيحتموا علينا اننا نكونوا لابسين الوان مغموقه، فيما ان الجو تيكون شويه بارد وتيكون شويه كتكون الشتا وكيكون، فالناس اكيد كتلقاي البلاكار ديالهم الحوايج الشتا كلهم ما بين الكري والكحل والمارون والكارنيل كيف ما قلتي، ولكن فيها باس نوزيو شويه نديرو واحد لاشوميز تكون كلير بيضاء باللون قاسي ولا غوز ولا واحد لو بول هكا ولا موف، يكون واحد شي حويجه تكون لداخل اللي تعطينا واحد اللوين اللي غيشعل لينا داك لي كولور فونسي. يعني الانسان
يقترح شي شويه دوك اللوينات تما راه كينعكسوا على النفسيه ديال الواحد. ولكن نديروا غير الحاجه الداخليه اللي غتعطينا واحد يا اما يبانوا منها الكميمات ولا يبان منها لو كول واحد شويه، ولكن ما نمشوش للصباط ولبسوا بلون كاسي ولبسوا لا ميم كتشفش لا غادي نلبسوا حويجه اللي غتعطينا واحد واحد الضو واحد لوغوفلي صغير على دوك الحوايج اللي لابسين حنا مغلوقين باش غتعطينا داك لوغوفلي ويبان لنا الحويجات زوين. حتى الشكل ديالنا ملي كنشوفوا وجهنا في المرايه، حيت اكيد الوقت اللي كنشوفوا الشكل ديالنا في المرايه وكيعجبنا راسنا وكيعجبنا المين ديالنا، فاكيد غنخرجوا غنعجبوا الناس وغنكونوا بواحد البشاشه وواحد الطله وواحد اللي غتعجب الناس واللي غيرتاحوا لينا ونهضروا معاهم ونتكلموا معاهم وندخلوا في مواضيع وحنا متيقنين من نفسنا. لاله خديجه، لي توندونس العصريه اللي كانت بزاف هاد الصيف هذا، بزاف ديال الناس اللي يعني اللي كانت في السوق بزاف دوك لي كاب شبيهه شويه بالبينوار ديال الدار، اولا كيكونوا دي كاب هكا كيتلاحوا على الكتف. فكاين بعض السيدات اللي اختاروا انهم يديروا لاطوش ماروكان، فهاد الاختيار هذا مثلا كتاخذ توب خفيف مسلين ولا كتاخذ شي توب امبريمي خفيف ولا شي حاجه بحال هكذا وكديرها بهذا الشكل ديال الجيلبه محلوله مثلا القبياب ولا بدعيه مفتوحه اللي تلبسها مع الرومي ولا هاد الافكار بحال هكذا. فكيفاش نقدروا لاله خديجه في نهارنا دابا الموسم العمل الواحد خصو يكون براتيك خارج الخدمه الى غير ذلك، ديك اللي غردوا علينا لانه ديما بالنسبه للسيدات مثلا اللي فوالي ولا حتى بالنسبه للسيدات اللي كتبغي دائما تلبس شي حاجه رد عليها واخا كيكون البرد تلبس بول قصير ولا شي حاجه، ديما خصنا شي حاجه نرميوها علينا كاب ولا شي حاجه نيمبورت كوا. فشنو تقدري تقترحي لنا في هذا الباب بتوش ماروكان؟ فهي هذه اللي قلتي دابا، واحد الكاب اللي كيكون محلول وتيكون فيه واحد توش ماروكان، ماشي ضروري تكون خدمه مغربيه ثقيله، الا كان غير بواحد السفيفه رقيقه ولا بواحد نص جزائري اولا بلا ما نديروا فيه العقد لا والو، وكنحطوه قدام حدا البلاكار ديالنا. كاينه السيده اللي كتنوض من الزروبه مثلا كتبغي تدي وليداتها للمدرسه، ما كيبقالهاش الوقت باش تبدل حوايجها، تقدر فوق البيجامه ديالها تروح داك الكاب غادي يسترها وغتهز الطنبله ديالها وتدي وليداتها وهي مأكده من نفسها انها مستوره حتى كترجع للدار وعاد ديك الساعه تبدل براحتها. يعني حتى انا من هاد الناحيه هذه كنصح السيدات دائما يكون عندهم هاد الشكل من الملابس، هاد الشكل من لي كاب دائما تلوحوا عليها، سواء مثلا جاي شي حد داخل ما بغاتش تبان بحال ديك الطريقه كتلوح على داك الكاب، اولا جات شي خرجه على غفله او لا جات شي سخور على غفله مثلا ايه تلوحوا على هذاك الكاب وتخرج. نعم يعني ربما كيخصنا ندخلوا هذا المنطق ديال انني نفصل حويجات اللي يناسبوني مثلا لانه كاب ولا 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 هاد لي توندونس اللي كاينين ديال هكا اللي نقدر نرد عليا من الفوق، يعني نبدعوا فيها نختاروا فيها نشوف مع الخياطه ديالي ولا مع الطيور ديالي كيفاش يقدر. دائما هذا الشكل دائما موجود وكاين، وكان واحد الوقيته ما بقاش عاوتاني دابا رجعنا كنرجعوا لي كاب بزاف، رجعنا لهم بزاف. شي حاجه اللي هي براتيك اللي هي كتستعملها السيده يعني تقدر تستعملها يوميا، هذا الكاب تقدر تستعمله يوميا، يعني تلوح على شي حاجه اللي غدرق بها دوك الحويجات اللي لابسه، الا ما كانش بغات تبان هكاك غتلوح على دوك الحويجات. فهي شي حاجه اللي هي موجوده وكاينه ومادا بينا نبدعوا فيها، هي علاش لا نبدعوا فيها ونزيدوا فيها والسيدات تكون كاع نيت لابسه الرومي ولابسه وتلوح على داك الكاب وتخرج وهي مأكده من نفسها ان لابسه شي حاجه اللي هي عندها القيمه وبطبيعه الحال بلمسه مغربيه. اكيد. شنو اللي تبغي تقترحي لنا خديجه نقدروا نضيفوه مثلا في هاد لي سوغ دو كاب؟ بطبيعه الحال في صاله كتكون في صاله عصريه ما كتكونش في صاله بلديه، ولكن شنو نقدروا نديروا كاتوش مثلا؟ توش كيف ما قلت لك، اما نص تزايري ولا سفيفه رقيقه ولا ما نديروش غير العقاد، لان العقاد ما العقاد خصهم يتسدوا، حنا الا ما سديناهمش كيتلواو شويه وتاهي كيخسروا ديالهم تيخسر، فنكونوا واحد السيفات من جهه من جهات بجوج اولا نهبطوها بواحد هي نقدروا نديروا حتى طريزه علاش لا شوشه في القبيه علاش المهم حنا كنبدعوا مازال الشوشه اكيد رجعنا الشوشه ما عمرها ما غتنقارض الشوشه شي حاجه اللي هي قديمه وكنستعملوها يعني واحد الوقيته كان بزاف الشوشه كدار في الجلبات وعاود رجعات صغيره وعاود رجعات بالحجار عاود رجعات، فالشوشه ما نتخلاوش عليها دائما كاينه كتعطي واحد الرونق واحد الجماليه واحد لاطوش ماروكان صحيحه في اللبس ديالنا المغربي. وهذه المساله اللي قلتي ديال الالوان اللي ما كيؤذيوش النساء وداك الشيء، فانا تنقول اي سيده كيتحطوا حداها الالوان واي لون ارتاحت ليه تلبسوا، ماشي حيت شافت صاحبتها لابسه داك اللون غتلبس هي داك اللون، لا خصها هي اللي تكون مرتاحه في داك اللون. تقدر داك اللون لبسات واحد السيده واتها ولكن تلبسو هي قدر ما يواتيهاش، غتحط الالوان قدامها كاملين واللي حطاتو على كتفها وشافت في المرايه واتها وعطاها اون بون مين تلبسو.
هي علاش لا كيف ما بغى يكون هذا اللون. مرحبا تبارك الله عليك لاله خديجه. واكيد حنا مازال مواصلين معك الدردشه ديالنا وطبيعه الحال غنتوقفوا مع فاصل اعلاني بعد قصير غنائي وراجعين نستقبلوا اسئلتكم دائما مع لاله خديجه الحجوجي. بقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو. مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدتي سادتي. سعيده بالتواصل معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفياءنا وبكل مستمعينا وحنا هنا باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم ومعنا دائما لاله خديجه الحجوجي الاجابه عليها. غادي ناخذ بعض الاسئله. لاله خديجه كتقول تبارك الله عليكم والله موفق لاله منى. سؤال اخر كيقول السلام عليكم اختي كاينه ولاله خديجه عوده موفقه. عافاك عندي قميص جوهره براندا وتحرق ليا من جهه الركبه ما عارف شنو نقدر ندير ليه الا عندك شي اقتراح. الله صعيبه القضيه وسورتو جوهره غير نعرفوا واش حرقه كبيره ولا حرقه صغيره. الا كانت حرقه المهم كيف ما كانت الحرقه غادي نحاولوا نطرزوها وغادي نمشيو للبلايصه اللي مقابله معها في الركبه الاخرى وغنطرزوها باش تجي بحال كاينه شي طريزه نازله في القميص باش ما تجيش باينه. باش ما تجيش مين هذا هو الحل. بالنسبه لهنا هادي سؤال كيقول عافاك اختي قولي لي شنو يجيني في هاد الثوب واش من لون باش نخدمه. تبارك الله اللون فيه شي ثلاثه ولا اربعه الالوان فيه المغلوق والمفتوح. فهي ما قالتنا شنو بغات ديرو وما عرفناش الشكل ديال الثوب شنو هو. ما عرفناش. ايوا بغات ديرو جلابه راه غديرو تقدر ديرو جلابه وتخدمو بهذاك اللون المغلوق داك الازرق اللي كاين مغلوق هو اللي عاطي في هذوك الالوان كاملين باش تجي جلابه شويه باينه وما تكثرش فيه الخدمه ديرو بنص دزايري او لبس فيفه رقيقه وعقيدات في داك اللون الازرق. اييه سؤال اخر كيقول السلام عليكم سكينه. شكرا لك لاله سكينه. عافاك الثوب ما عرفتش ما ندير فيه مده وهو غير محطوط خفت نضيع فيه الفلوس وما يصدقش كتسنى اقتراحكم بلاتي. فوالا هذا تليجه هذا تليجه وتحت منها قفطان ديال الساتان وبان لي واحد شويه مرصع شي حجرات غادي تخدمو بالصفيفه ما ديرش فيه الصقلي دير غير الحرير باللوان بجوج بالازرق المغلوق والازرق المفتوح ديرو بالصفيفه بالفوقاني والتحتاني وتستغلو كلبسه تلبسها لاني في اي مناسبه. اييه ناخذ سؤال اخر ديال بطبيعه الحال المستمعات الكريمات. سؤال كيقول السلام عليكم اختي سكينه والمبدعه لاله خديجه الله يحفظكم. واش تشوب الكريب الحرير يصلح يتخدم جلابه بالطرز؟ شكرا. اكيد يصلح اكيد فهو تشوب اللي مصوب لهاد الشيء هذا الطرز والخدمه معلم والبيغلاج وكل شيء. نعم تقدر ديرو جلابه ويجي انيق اكيد. سؤال اخر كيقول سلام الله يجازيك عندي هاد الثوب بغيتو جلابه وحرت اللون اللي ندير له في القميص باش نصحيني انا ناويه نخدمه براندا الله ينوركم شكرا. غادي دير له اللون الذهبي هذاك الذهبي لان داك بالي الذهبي وطوب جوهره ولكن الثوب ما باينش واش كيغي ولا طوب. غادي دير في اللون ديال هذاك الذهبي اللي كاين هو اللي غادي دير فيه القميص باش غادي تجي جلابه شاعله شويه ما تجيش طافيه. اييه كاين سؤال اخر كيقول صباح مبروك اختي سكينه تبارك الله عليك وعلى المصممه ديالنا. عافاك عندي هاد الثوب بحال بروكار بغيت نديرو قفطان بلا حزام بغيت نعرف اش من خياطه ندير ليه وباش من لون نخيطو وشكرا. دير له تزايري اولا دير له صفيفه عريضه شويه فهذوك الالوان دخل داك الخضر المغلوق ودير شويه ديال داك الكري ديال الارض. اييه ديرو تزايري او الخياطه بطبيعه الحال غير خفيفه كيف ما قلنا. سؤال اخر كيقول السلام عليكم الله يخليك انا يلاه ساليت هذا القميص واش نحل واش نخليه في لون واحد ولا ندير له جوج دلوينات وشكرا. اذا هاد السيده كتخدم هي الراندا. غادي تدخل واحد الرشيشه ديال المغلوق ديال هذا اللون واحد الزويقه رقيقه في ديك الراندا باش تبان لنا. هو هكذا جا مزيان جا رائع ولكن الا دخلنا فيه واحد اللوين غتبدا تبان لنا الراندا. اييه نمشيو ناخذ مكالمات لاله خديجه. معنا اكرام من ميدلت. مرحبا بلاله اكرام. الو اهلا وسهلا لاله تفضلي. كيف لاباس سكينه؟ مرحبا لاله الله يطول عمرك بارك الله فيك. عواشركم مبروكه علينا وعليك لاله باش ما تمنيتي يا رب. امين يا ربي. مرحبا تفضلي. كيف نزال مع لاله خديجه؟ اي مرحبا. انا اكرام عندي 19 سنه. مرحبا. وبغيت ندير جلابة ديال تودي جور بغيت نعرف شنو ندير الخياطة والثوب واللون. قولي البشرة ديالك كيف دايرة إكرام؟ أنا قمحية. نعم واخا نجاوبك. مرحبا مرحبا إكرام أهلا وسهلا. إكرام بغات جلابة يا سلام. فكنقترح عليها دير جلابة
تكون ديال الموف، الموف مفتوح ماشي المغلق. هو اولا واحد اللون اللي غيوالتي لاج ديالها، وثاني واحد اللون اللي غيعطيها بون مين، وثالثا واحد اللون ما يطلعلاش في راسها دغيا وتبقى تلبس لنا ديك الجلابه دائما ما تقمتش من داك اللون. هذا هو علاش عطيتها هذا اللون هذا، وغتخيطوا باللون في اللون وتخيطوا سوا بالراندا سوا بالزيري سوا بالسفيفه رقيقه وعقيدات، سوا دير واحد الطريزه في الجنيب ديال الرباطي. لها الاختيار، مهم تلبس لنا جلابه. وانا كنرجع نذكر المستمعات بالارقام التي فيهم المستمعين ايضا كيف ما قلنا، وبرنامج الاسره 0522 46 52 او 0522 88 0060 او 61 او 62. مرحبا واهلا وسهلا بكل اسئلتكم بكل اقتراحاتكم مستمعينا. حنا غادي نوصلوا في استقبال المكالمات بطبيعه الحال، لكن قبل ما نرجع لبعض الاسئله، سؤال كيقول سلام لاله خديجه عواش مبروكه، عندي جوج ديال التواب سوسدي قهوي وصفر بارد، بغيت ندير جلابه في قلب جلابه، واش ممكن؟ القهوي قهوي والمسكي والمسكي صفر، داك الصفر البارد بغات ديرهم بجوجهم جلابه في قلب جلابه، اولا بغات دير كل واحد جلابه بقى. لا هي بغات دير جلابه في جلابه باش يجي مدوبلين باش تلبسها هذوك الالوان سوسدي في سوسدي. ما عرفتش الالوان كيفاش دايرين ولا تحطوا بعضياتهم شنو غادي نعطيو، انا الالوان اكزاكت ما عرفتهمش انا. هذاك اللون المسكي فيه 100,000 لون، واللون اللون الاخر ما يمكنش خلقت لا شفتهم قدامي باش نقول لها واش غيليق ولا لا، لانه صعيب الصفر يتمزج مع القهوي. غير خصني غير نشوف الالوان كيف هي، تقدر تقولنا قهوي هو يقدر يكون كانيل، تقدر تقولنا مسكي هو يقدر يكون صفر، لان ما خص الالوان يكونوا قدامي باش نقدر نقول واش يجي ولا ما يجي. اذا تصيفط لنا الصوره يا اما تصيفطهم يا اما نقترح عليها ان الا بغات ديرهم جلاله تقدر دير اي واحد فيهم، دير من تحت منه اللون الابيض، فاللون الابيض كيتماشى مع جميع الالوان ديال السوسدي. يجيو انيقين السوسدي بطبيعه الحال. سؤال اخر كيقول السلام كتفيدونا بزاف كنشكركم، خيطه جلابه مليفه بغيت راي المصممه خديجه فيها، انا شويه ما كنفهمش الاثواب والخياطه وشكرا. وهذا هو الدور اللي كنحاولوا نخدموه. تبارك الله جلابه غزاله، هذه ليا دومي مونش كيف ليا مخدومه مزيان، مخدومه بالزواقه والعقيدات، وتبارك الله متحفه ما عندي ما نقول. مزيانه واللون في اللون عطات من داك الشرف، يعني الواحد دائما الى داخ يدير اللون في اللون كيجي الاول الديكغادي المغلق ولا المفتوح، يعني هذا الشيء اللي كاين في نعم. سؤال اخر كيقول اختي سكينه، انا مولات القميص الجهره اللي تحرق لي الحرقه مقابله مع الركبه من اللور وفيها شي 6 سنتيم. انا قلت لك الحل انك ترزيها وتمشي لوبوزي ديالها وديري ترزه كتشبه لها باش تجي في اللور، واخا في اللور يكونوا جوج طريزات مغلقين ما نديرو، وتجي عاود للقدام في الركبه القداميه ودير جوج طريزات باش تبان لنا بان راه القفطان بحال مشينا عليه دوك الطريزات. السؤال ناخذ مكالمه لاله امل من مكناس، مرحبا بك لاله امل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مبارك عيد مبارك سعيد. يعني نو عليك لاله باش ما تمنيتي يا رب الله يطول عمرك. مرحبا مرحبا. الله يخليك، عندي سؤال لاله الحشوجي. تفضلي. بغيت نصايب شي جلابه ديال البرد، وعافاك انا دايره الاخوان بغيت حتى الدريره ديالها. نعم. اييه. بالنسبه للبرد الالوان ديالو اللي كاينه راه باينين. الوان والاثواب كاين كاين نعم كاين المليفه كاين الفلانيل كاين الالوان الشتويه راها باينه وكاينه وكتوجد في فصل الشتاء في المحلات التجاريه. المليفه احسن حاجه انك ديري مليفه وشوفي اللون البشره ديالك اشنو اللون البشره باش غتشوفي واحد اللون اللي غيواتيك، وغادي تخيطيها سوا بالبرشمان اولا بنص دزايري اولا بعقيدات، تقدري ديري فيها حتى شي طريزه هي علاش لا، وغتكوني كتلبسها. بالنسبه للدره دائما اللون ديال الجلابه، سينون تقدري ديري اللون والديكغادي ديالو في الفولار هي علاش لا. بالنسبه للكشمير درج هذا العام ولا الكشمير كاين ديما ديما كاين موجود المال في الكريب دو لان، يعني هاد الاثواب الشتويه دائما كنحيدوها وعاود كنرجعوها. كاين الكريب ديال الصوف. نعم كاين الكريب دو لان. الكريب دو لان كاين هو اللي كيكون درج كيكون تا هو من الاثواب الشتويه. نعم شويه داير بحال البزيويله. لا هو كيكون هو ايني ولكن تيكون لا ماشي بحال البزيويله، تيكون بحال المليفه بحال المليفه بحال الملف بحال غير هو سميتو كريب دو لان داخل في العائله ديال الكريب. نعم نعم ولكن شتوي زوين وسخون وما تيحببش.
وتعطي الطوع في الخدمه، تقدري ديري جلابه بالبرشمان باش ما بغيتي. مرحبا لامال، شكرا. اكثر عندي سؤال اخر الله يعطيك الصحه. شو الله يخليك، بعدا هي اونتر بارونتيز، انا عندي مع الخياطه وتنحمق عليها، ما كرهتش اوريونتيني الله يعطيك السر فين نقدر نمشي زعما في هذه الموهبه اللي عندي. واخا لالا خدي التليفون ديالي ومن بعد اتصلي بيا وندويو، لا انا دابا ما يبقاش الوقت باش نخدم. شكرا. مرحبا لالا، رجعك ستوندار. مرحبا بكل فرح. غادي نمشيو ناخذوا لالا فوزيه من وجده. مرحبا بك لالا فوزيه. لالا فوزيه مرحبا. الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا كيدايره كاينه؟ الله يطول نعمك لالا، مرحبا تفضلي. لاباس عواشك مبروكه. علينا وعليك شكرا. الا كان بغيت نتصور الاخت خديجه. تفضلي. انا ديت واحد اللعبه صابون بالرمضه. دخلت فيها الكحل، بغيت السولار والصنباله والصاك. هو اللون ديال الجلابه لالا شنو هو؟ صومو. صومو دخلتي فيها الكحل والصومو. وي غادي نديرو الفولار في الصومو وبالنسبه للساك والصباط نقدرهم نديرهم كحلين. ايه علاش لا، انا دخلتي الكحل في فرندا. مرحبا لالا. مرحبا لالا فوزيه، بالصحه والراحه. اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. حنا اكيد مازال موصلين، مازال مستمرين معكم مستمعينا. فاصل اعلاني بعد اقتراح غنائي ورجع لكم، بقاو معنا ما تمشيو فين. خبيرات الموضة للإجابة على كل الأسئلة ديالكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حنا غادي نواصلوا في الدردشة ديالنا لالا خديجة، وغادي نمشيو ناخذوا معنا لالا خديجة من الرباط. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير لالا لاباس عليك؟ الله يطول عمرك لالا، بارك الله فيك. مرحبا تفضلي. ربي يخليك. بغيت نهضر مع لالا خديجة. تفضلي لالا. ربي يخليك. شوفي لالا عندي واحد الكاب هو قديم. وبغيت ندخل عليه شي تحسينات، انا خياطه وبندخل عليه شي تحسينات، دوك الكابات القديم ديال جداتنا هو اللي جبت، وندخل عليه شي تحسينات نكون سلهام. سلهام سلام. شنو بغيتي تدخل عليه تحسينات؟ تحسينات ونقدر نسدو من الجناب ولا نشوف شنو ندير له. كيفاش سديه من الجناب؟ على هو محلول من الجناب السلهام؟ هو محلول تتمشي بحال هكذا على كتافك ومحلول من الجناب. واخا فيه القاب، فيه الشوشه، فيه كل شيء. لا ما فيه الشوشه، هو بحال تشكل فيه 2 متر في الطول وشي 60 متر بحكاك في العرض، ومقسوم من النص تيديروه على كتافهم. اها واخا. الثوب ديالو مناش مصوب من المبره ولا مليفه ولا ملف؟ مبره. واخا غادي تاخذي، غادي تحيدي له بعد داك الخياطه كامله القديمه. غتحيديها كامله وغادي تعاوديه في الفصاله. غادي تشوفي الا كنتي انت تبارك الله كتفهمي، فراه غادي تحطي الربوعه بعضياتهم والظهر حتى هو غادي تطويه. وغادي تاخذيه وغادي تشديه، غادي دير واحد التقويره وحده من التحت كامله باش يولي كله مقاد بحال الظهر فوالا داير. وغتحيدي الخياطه كامله، وداك الشيء اللي شاط لك من داك الطول غادي تفصليه قب. ايه وغادي تعاودي له الخياطه، وتقدي تدخلي فيه واحد شويه ديال الصقل اللي الا بغيتي تبداي تلبسيه مثلا، تلبسيه فوق اللبسه ولا شي حاجه، وتخيطيه مثلا بتزايري ولا بسفيفه ولا نعم تزايري ولا بسفيفه. هادشي اللي غنقدر نقول لك ديري فيه، وديري الا بغيتي شي رشيمه في الجنيب، الا بغيتي تشيكي مزيان تكوني كتلبسيه فوق اللباسي. بغيتي ديري لا دوبلور، بغيتي ديري ليه لا دوبلور كان احسن، وتخيطيه من الجناب وتخليه غير من المحلول من القدام وديريه على كتفاتك. نعم واخا شكرا. مرحبا بكل فرحك. مرحبا مرحبا. ناخذوا لالا ساره من ورزازات. مرحبا بناس ورزازات. تفضلي تفضلي لالا ساره. لالا ساره إذا للأسف انقطع الخط. ناخذوا بعض المكالمات. سؤال كيقول أنا عندي الثوب بالأصفر وبغيت نبتو بالعقيق، بغيت نسول المصممة أش من اللون اللي نقدر ندخل فيه؟ اللون الأصفر. والصفر فيه وفيه. والصفر شنو بغاتو؟ جلابة بغاتو؟ لبسة بغاتو؟ شنو بغاتو؟ ما قالتلناش. ما قالتلناش، ولكن شنو هو اللون تقدر تدخل في العقيق؟ جميع الألوان كيواتيو اللون الأصفر. جميع الألوان بدون استثناء. اللي كنحطوا صفر كنبغيو نديروا ليه البيغلاج، اي لون نزلنا معاه كيواتي. صراحه انا كيحمقني مع الصفر الموف البيرت. ايه يجيني يجي حتى ولكن واحد درجه من الاصفر مع واحد درجه من الاحمر. الا خلطنا، الا بغينا نديروا ثوب اصفر نبتوه باللون الاحمر كيجي هائل جدا. يعني الالوان اللي ما تطيحلكش على بالك تنحطوها في اللون الاصفر كتجي شاعله. كنعاودوا نرجعوا دائما لدرجه اللون، درجه لأن اللون المشكل. نعم لان الاصفر فيه وفيه، لان ملي كتقولي صفر فيه 40 لون، الخضر فيه 40 لون، الاحمر فيه 40، جميع الالوان فيها الوان اللي وحده كتنسك في الاخرى ووحده ماشي بحال الاخرى.
يعني غنشوفوا الدرجه اللي كاينه وغادي نقدر نقول لها دابا ما عرفتش اللون الاصفر نقدر نقول لها تنبتوا بالذهبي هذا هو اللي غنقدر نقول لها بيسكو ما عرفتش اللون الاصفر كيف داير مي جميع الالوان كيتواتوا مع الصفر كلشي يمكن يتكلم مع الصفر سؤال اخر كيقول السلام عليكم عوده ميمونه بالتوفيق شكرا لك لاله تبارك الله على المذيعه ديالنا شكرا لك لاله وسلامي الحال المذيعه لاله خديجه شكرا لك لاله زين وعلى الكلمات الطيبه في حقنا بارك الله فيك سؤال اخر كيقول سلام اختي سكينه صباح مبروك عليكم مزيد من التالق اختي بغيت نخدم جلابه مليفه في الزرق وبغيت نخدمها باللون الفضي واش تجيني مزيانه اكيد غتجي مزيانه غير ما ديرهاش ثقلي دير الفضي اللون الفضي ماشي الثقلي ماشي الثقلي ثقلي الا فهمتني اللون ديال الكري يعني الكري هو الفضي نعم نعم غادي تجيها مزيانه الا درت الثقلي غتكون ديال الحضور ماشي ديال نعم الثقلي ما غاديش واتي جلابه ديال تولي جور ما كان انا ما كنعطيش الثقلي دار تولي جور الثقلي عنده وقته فين كيتلبس نعم نعم غيواتيها الفضي اللون الازرق سؤال اخر كيقول سلام لاله خديجه انا زينه من هواره وعندي جوهره في البلونكاسي وبغيت نديرو جلابه براندا جوهره بلونكاسي بغيت ديرو براندا نعم ها غادي يجي مزيان يجيها زوين شكرا بزاف حبيب الله يحفظكم ولبسكم لباس الجنه يا رب في هذا النهار السلام عليكم حبوبات ديالي كنحماق عليكم شكرا بزوج بغيت نسول لاله خديجه بغيت ندير جلابه في الخضر الملكي مغلوق واش يجي زوين انا بيضاء وعندي 31 سنه وشكرا غيجي هائل جدا جدا الخضر لا يعلى عليه لا عليه الخضر لو الاخضر السؤال اخر كيقول سلام اختي بغيت ناخذ مبره ونطرزها وبغيت نعرف اين مبره اللي مزيانه للطرز وانا لون ناخذ ولون ديال الطرز وشكرا بالنسبه للمبره كنت هضرت عليها مؤخرا فكاينه واحد المبره اللي رجعات في السوق كاينه هي المبره غازي هاد المبره غازي هي واحد نوع جيد ولكن ثقيله ماشي الخفيفه تقلي من هاد السيده غتهز الكوبون بيديها غادي تعرفوا واش تخفيف ولا ثقيل الا كان ثقيل هذيك هي النوعيه المزيانه اللي غتقدر تحط فيها جميع انواع الخدمه الطرز ولا الخدمه ديال المعلم ولا البيغلاج وما غاديش يتكرفص لها داك الثوب هذا هو الثوب هي المبره اللي دارجه وكاينه دابا في الاسواق هي شويه السعر ديالها ماشي غالي بزاف غير هي غتكون شويه غلا من هذيك العاديه اللي كاينه موجوده اييه سؤال اخر كيقول سلام لاله سكينه واش ممكن لباس واش ممكن لباس الحامل في هذا البرد وشكرا اشنو واش يمكن واشنو يمكن لبسوا الحامل في هذا البرد وشكرا والحامل بالنسبه للبلدي كتلبس جلابه تكون فضفضه عليها قميص بلا حزام يعني اي حاجه فضفاضه اللي غتلقى فيها راحتها غادي تلبسها وكان وعدك لا دائما ان شاء الله نديروا حلقه خاصه بمظهر الحامل باذن الله ونقترحوا فيها مجموعه من الامور اللي يمكن انها تلبسهم السيده الحامل سؤال اخر كيقول سلام تبارك الله عليكم هاتوا بغيتوا جلابه بالذوق المصممه ديالنا لاله خديجه الله يجازيكم بالخير وهذه توب فيربوتي كنظن نعم هذه جلابه غتجي رائعه جدا الا خدمتها بلونها ودخل فيها اللون الاسود غتجي رائعه جدا براندا في لونها واللون الاسود الارض تكون في اللون في الاخضر في هذا الاخضر والزويبقه تكون بالاسود لان هذاك الثوب كيعطي واحد لوغوفليد الاسود غتجي هائله جدا جلابه اييه سؤال اخر كيقول السلام سكينه فيك بغيت نعرف واش اش ندير بهذا الثوب واش من اللون نقدر ندير في التشامير هذا شنو هذا الثوب صاري حرير ما فهمتش كيبان لي واقيلا هذا ثوب واقف صاري ماشي ماشي شنو بغات دير السؤال هي كتقول شنو نقدر ندير به ايوا تقدر ديرو كيف ما كانوا كيقولوا تقدر ديرو منصوريه تقدر ديرو دفينه تقدر ديرو دفينه مسدوده من جناب ودير تحت من واحد القميص ودير له واحد الحزيم ودير واحد الخديمه رقيقه الا كانوا هذوك الرشيمات في لوكوتي تقدر تلاقيهم وتجمعهم بواحد العقيدات هادشي اللي غنقدر نديرو في هاد الثوب غادي نرجع للمنصوريه شنو كانوا كيقصدوا بالمنصوريه المنصوريه كان هي الدفينه الفوقانيه هي الفوقانيه كيقول هي المنصوريه كيقول الدفينه الفوقيه كان كيقولها الفوقيه الفوقيه سي تادير هي اللي كتكون الفوق والتحتيه هي اللي كتكون التحت نعم مرحبا على ذكر هاد الامور هادي لاله خديجه واش ما
ما رجعناش في طوندونس مثلا للسروال القندريسي في اللبسه. اكيد رجع لي اكيد رجع لي الدرز الرباطي تحت اللبسه اكيد هذا الشيء. كاين الناس اللي باقيين محافظين على هذه الاصاله وكاين بزاف الناس اللي واحد القميص اللي كانت كتلبس العروسه مطروز بالطرز مسوس لا اما بداك الطرز الماكينه الصغيره يا اما تيكون براندو واحد القميص من التحت كانت كتلبسو العروسه كتبقى لابساه ليله كامله ليله كامله وهي كتبدل لباسي وداك القميص كاين وداك القميص كاين احنا هادشي بدينا كنحيدو ولكن بعض الناس بداو كيرجعوا ليه. شنو نقدروا نديروا لا خديجه مع السروال القندريسي مثلا كنلبسها بالنسبه للسيدات باش تكون واحد لافالور لهذاك السروال القندريسي مثلا هذاك القندريسي راه الابيض اللي مطروز بالطرز الاخضر هذاك ما بقيناش كنديروه فديك الفصاله ديال الخرطه ولينا كنديروا سروال من تحت اللبسه اولا من تحت الجلابه وهو طويل وتيجي مخدوم لانه تيجي مخدوم بالطرز الحساب ولا بالطرز الرباطي ولا وبارفوا كنبتوه وبارفوا تيكون من واحد الثوب اللي هو خفيف كيعطي واحد الشكل اخر ولكن هذاك دائما كاين وباقي محافظين عليه داك راه ما نقارتش. نمشي فاصل اعلاني ونرجع معك لالا خديجه. في عالم يتغير أهم مشروع هو مشروع الساعة للاستعداد للصيف للعيد للدخول المدرسي استفيدوا من قرض الاستهلاك متاح لزبناء وغير زبناء بيمسي ابتداء من 20 درهم في اليوم فقط. للمزيد من المعلومات زوروا وكالتنا البنكية أو اتصلوا على الرقم 0529-044-044. بيمسي مجموعة بيمبي باريبا بنك يتطور لعالم يتغير. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع الشريف للفوسفات. أرضنا خضراء بلادنا جنة نحافظ عليها ونتحمل جميع المسؤولية نحافظ عليها ونعيش جميع في بيئة نقية. صديقات وأصدقاء حماية البيئة السلام عليكم. نزيد اليوم في كلامنا على أنهار المغرب وفي موضوع البيئة المغربية غنبداو في الحلقة بنهر سبو وهو نهر في شمال المغرب طول ديالو 458 كيلومتر. نهر سبو هو ثاني أطول نهر في المغرب يعني من بعد نهر أم الربيع. ونهر سبو كينبع من جبال أطلس المتوسط وكيمر قريب من مدينة فاس كيصب في المحيط الأطلسي في منطقة المهدية وهي المنطقة الوحيدة الصالحة للملاحة النهرية وكيمتد على مسافة 20 كيلومتر لمدينة القنيطرة اللي عندها مرسى نهري ثم واد بهت ونهر إيناون من أهم الروافد ديال نهر سبو وهو اللي كيساهم في الري وخصوصا في منطقة الغرب. نهر أبو رقراق الطول ديالو هو 250 كيلومتر كينبع من الأطلس المتوسط وكيصب في المحيط الأطلسي كاين ما بين مدينة الرباط ومدينة سلا. ونهر منوية كذلك كاين في شمال المغرب وبعيد على مدينة زايوب 15 كيلومتر كيفرق ما بين إقليم الناظور وإقليم بركان. ونهر منوية كينبع من الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وجبال الريف في منطقة سيد اللي قريبة من مدينة سميدلت والطول ديالو 450 كيلومتر وكيصب في البحر الأبيض المتوسط. أنهار أخرى غنتعرفوا عليها في حلقتنا القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. أرضنا خضراء بلادنا جنة نحافظ عليها نتحمل جميع المسؤولية نحافظ عليها ونعيش جميع في بيئة نقية. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع الشريف للفوسفات. رجعنا لكم جديد مستمعين الكرام على ميد راديو مازال موصلين مازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع تحياتي لكم مستمعينا فين ما كنتو. دائما معنا لالا خديجه الاجابه على الاسئله ديالكم وغادي نوصلوا استقبالكم وغناخذوا معنا هذه المره لالا امينه من سطات. مرحبا بك لالا امينه. اهلا وسهلا تفضلي لالا امينه. لالا امينه اذا ربما كاين اشكال في المكالمه. ناخذوا معنا لالا ساره من ورزازات. مرحبا بك لالا. اهلا وسهلا. واخا في انتظار اننا نشوفوا هذا الاشكال هذا نرجعوا للاسئله ديال المستمعين. سؤال كيقول السلام عليكم عافاك بغيت نعرف هاد الثوب واش نقدر ندير به قفطان بالحزام وتكون تحته جوب ولا شي حاجه ما عرفتش واش كريب دو سوا ولا ساتان دو سوا. شكرا جزيلا وانا ما كنفهمش بزاف في الثوب بالحق ما عرفتش فين هو نحاول ناكتواليزي عاود باش نشوف اذا كانت صيفطت لينا الصورة ديال التوب اللي كتتكلم عليه.
مرحبا. فوالا كنحاولوا نجاوبوا على الاسئله كامله وكنستسمحوا الناس اللي ما قدرناش نجاوبوا على اسئلتهم. كيظهر لي سيدي هادي وهذا هو الثوب فوالا زرق كيظهر لي ساتان بلي انا بحال كريب اللي بحال كريب فيه فاس مات وفاس بريونت. شنو السؤال ديالها؟ هي قالت انا غنعاود نرجع للسؤال لان الصوره تصيفطات من بعد السؤال. قالت بغيت ندي بغيت نعرف هاد الثوب واش نقدر ندير به قفطان بالحزام وتكون تحته جوب ولا شي حاجه انا ما عرفتوش واش كريب دو سوا ولا ساتان دو سوا. إيه. شكرا بزاف حيت انا ما كنفهمش بزاف الثوب. هي الا كان كريب دو سوا هي غادي تقدر ديرو قفطان وما غاديش تخدمو في لافاس بريون تخدمو في المات وتقدر دير من تحت منو جوب. نعم غادي يجيها مزيان. إيه. سؤال اخر كيقول السلام عليكم اختي العزيزه عواشركم بروك انا عندي ثوب جوهره اسود بغيت ندير منه سكشيطه حيت فيه 6 متر واش ممكن نعرف كنخيطو واش من اللون دخل فيه وجزاكم الله خيرا سعداتك لقيتي جوهره فيها 6 متر واخا لقات 6 متر ما غاديش تكفيها البصه غادي تقدر ديرها الفوقاني وتحتاني تقدر ديرو ايني اوكي واش نقدروا نلاقيو دوكو جوج ديال الكوبويات لا لا ما غاديش نلاقيو جوج كوبويات جوهره ما عمرها ما غادي تجينا لبسه الفوقاني والتحتاني من نفس الثوب جوهره غادي نقطعو مزيان الفوقاني داك اللبسه الفوقانيه والقفطان التحتاني غادي نديروه من ثوب اوني من الكريب من الكريب دغا ولا من الكريب دو سوا هو اللي غادي نديروه من التحت هذا هو وبالنسبه للخياطه فبالنسبه للون الاسود جميع السقل اللي كيواتي تقدر ديرو بالصفيفه تقدر ديرو تقدر ديرو بالرنده حتى لتحت يعني اللبسه ديال جوهره بالرنده كتجي رائعه جدا تخدمها بالسقلي وبداك اللون وبالنسبه للحزام حتى هو ديرو بنفس الطريقه تقدر تدخل شويه ديال البيغلاج اما باش دير اللبسه الفوقاني والتحتاني من جوهره اولا ما غيجيوهاش مزيان ثانيا ما غيقداش الثوب الجوهره ما تيكونش فيها العرض تيكون غير ميتر اذا واخا ناخذوا حتى 10 متر ديما كاين مشكل لا 10 متر تقدري ولكن ما تنقولش انا ما غاديش مواتيه فوقاني وتحتاني يكون كله من جوهره ما تجيش لبسه مزيانه نعم سؤال اخر كيقول سلام من سكينه كتعجبني لا خديجه الحجوجي سيده رائعه ومتواضعه مرحبا لا سعيده شكرا هذا ثوب اخر ومستمعي كتقول بشرتي بيض وسني 22 سنه فوالا ثوب جوهر هذا جوهره غادي ديروا جلابه جلابه وتخدموا براندا في ذاك الالوان وديروا القميص من تحت اللون من الالوان اللي كاينين كاين سؤال اخر كيقول سلام سكينه تبارك الله عليك وعلى المسلمه ديالنا تنتمنى لكم الاستمراريه والتوفيق يا ربي امين كتقول السلام عليكم ساعدوني نخيط لبنتي جلابه في عمرها 18 عام فوالا غوص فيشيا غيجي جا جلابة غزالة 18 سنة غيجيها مزيان غادي تخدمها بداك اللون دخل فيها شوية البيض شكرا اختي سكينة ربي يحفظكم بارك الله فيك سلام بغيت نخيط جلابة ليا ولبنتي نفس اللون انا عندي 26 سنة وبنتي عندها 5 سنين عافاك جاوبوني انا ما عندي حتى جلابة ما كنلبسهمش وشكرا غادي دير جلابه عاديه وداكشي اللي شاطليها من الثوب غادي ديرو الا كفاها غادي ديرو لبنيتها وتخدمهم الا بغات بنفس الطريقه بغات تخدم لها هي خدمه بوحدها وبنيتها خدمه بوحدها فالاختيار كيبقى ليها بالنسبه للمستمعه قالت لي عافاك عاودوا لي الجواب راني ما سمعتش اللي قالت لنا بغات جلابه في الخضر ايمان ايمان جلابه في الخضر الملكي مغلوق واش يجي زوين وانا بيضاء وعندي 31 سنه قلنا ايه يجي نعم رائع جدا نختموا بهذا السؤال تقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سكينه المبدعه لا خديجه الله يحفظكم بغيت نخدم لبسه لماما بهذا الثوب شبكه موزون شنو ندير في الثوب التحتي الخدمه واللون الفولار ماما البشره ديالها قمحيه وعمرها 45 سنه هذا الثوب شبكه شغوز شبكه وفيها شويه لي بايت غادي نقترح عليها دير لها القفطان يا اما في لونها يا اما في اللون الابيض هادو هما الالوان اللي غادي تواتاو مع هاد الشبكه أيه. بالنسبه للقفطان تحتاني وبالنسبه للشبكه راه كتكون مخيطه راسها غادي نخيطوها اي بواحد السفيفه ولا ضفيره من القدام ونديروا لها عقيدات والقفطان تحتاني نديروه بنفس الطريقه ديال الخدمه ديال القفطان الفوق ديال اللبسه الفوقانيه الشبكه كتكون مخيطه راسها يعني كاع الانواع ديال الشبكه وكاع الشبكه وكاع لي كيبيغ وداك الشيء ما كنخيطوهمش بزاف ما كنخسروش عليهم الخياطه بزاف نعم ناخذوا معنا لاله ملكه من فاس نختموا بها اللقاء مرحبا بك لاله ملكه اهلا وسهلا لاله ملكه
تفضلي لاله مليكه. الله عليكم. مبارك الله فيك لاله، مرحبا الله يطول عمرك. مليكه نفاس. تفضلي لاله مرحبا، شنو هو سؤالك يا مليكه؟ راه السؤال ديالي انا كنت درت هذا واحد الفيزا درت هذا العام وعرفتي تويب خديته زويون ديال الحرير وداك الشيء زعما ثمن غالي وخيطها بثمن غالي ولبستها المره الاولى، المره الثانيه بقى هي فيها شي خطيطات تقلي بداك في المنصوريه. خطيطات ديال السقلي، منين لبستها اللبسه الثانيه بقى كيطير لي داك السقلي كله كيخرج. اذا الثوب ماشي كاليتي مزيانه. ما عرفتش، المهم والله الا خديتها غاليه وخيطتها غاليه، المهم ما عنديش ليها الحل وقيلة. دابا شنو المشكل اللي وقع لك في اللبسه؟ كتنس السقلي ديالها كيخرج، كله كيخرج، كتشوفي السقلي خارج منها. ما عندك ليه حتى شي دواء لاله، داك السقلي من تيساج ديال الثوب. ما عندك ليه حتى شي دواء. كاين حاله وحده الا بغيتي ترجعيها هي شي نهار هي القفطان تحتاني وديري فوق منها واحد القفطان اخر وغتخدميه وتخليها هي من التحت. هذا هو الحل الواحد، هذا هو المشكل. هادشي علاش من الاحسن نبقاو في اثواب اللي كتكون والانسان تيعشق بعينه، تيعشق ملي كتشتي اذا كتشوف الثوب كتعشقو كتقول هذا زوين، ثوب عاطي فيه لي بايت فيه سقلي، ولكن مشكله ما حتى اللي كيبيع ما كينصحش للاسف. نورمالمون الانسان منين يكون عنده لي كاليتي دو ثوب يقول سيده خدي هذا راه مزيان، خدي هذا واخا ما يبان لك هذا غالي راه فيه واحد، ما كاين المشكل ما عندناش حنا. ما وهذا المشكل كيطرحوا لي بزاف ديال النساء مساكن اللي كيصوبوا اللبسه ما كتوالمهمش ما كتصدقش لي للاسف. لاله خديجه ما سخيناش بك كالعاده كتنشر فينا وتنورينا وان شاء الله اكيد موعد مجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا ليك وتتم اسبوع موفق على لختك. شكرا سكينه، شكرا الطاقم اللي كيرافقنا والمستمعين والمستمعات واللي ما جاوبناش على الاسئله ديالو ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله. ان شاء الله يخلينا على خير ويخليكم على خير. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا لك سيده عقل رفقتينا اليوم في الاخراج، سميحه استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.